امبارح كان في حاجة مهمة حصلت في مدينة العلمين تحديدا في النورث سكوير، وكان تسليم رئيس الوزراء للوحدات السكنية للناس. والحقيقة احنا بنتكلم عن وحدات سكنية في الحي اللاتيني وفي مازارين وفي داون تاون وفي سكن مصر. النقطة دي مهمة لان هي بترجعنا للهدف الاساسي ورا مدينة العلمين وبالتالي للمهرجان، فكرة التنمية. يعني التنمية ده دايما عنوان كبير جدا قدامنا احنا كلنا بنشتغل تحتيه، اذا كان في المهرجان او في مدينة العلمين او حتى في الحكومة. التنمية دي من اهم العناوين او من اهم المفاهيم اللي احنا بنشتغل تحتيها. اللي حصل تسليم الوحدات السكنية فده له علاقة بمفهوم انه دي مدينة للسنة كلها، يعني مفهوم كمان تطوير الحي الساحل الشمالي الغربي بداية بمدينة العلمين اللي ابتدت علشان نكمل، وكملت فعلا لو حضراتكم تلاحظوا الاستثمارات اللي كملت على طول الطريق في الساحل الشمالي. الحقيقة ده مش معناه استثمارات بس، ولكن الاستثمارات دي معناها فرص عمل بالملايين للمصريين وطول السنة، مش فرص عمل موسمية. الجامعات اللي ابتدت تشتغل ولسه، الأحياء أو الوحدات السكنية اللي ابتدت تتسلم عشان الناس تعيش هنا طول السنة. المهرجان الحقيقة اللي روج وشغل وزود أعداد المصريين اللي بيشتغلوا هنا وعمل موسم قوي، وإن شاء الله يستمر طوال العام مع تسليم الوحدات السكنية ومع الاهتمام الخاص من كل الأطراف إن الساحل الشمالي الغربي تبقى منطقة مأهولة بالسكان والناس ومنطقة مكملة طوال العام.